دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا لميا علشان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك مصطفى. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه. ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.66 والشراء 19.59. اليورو سعر البيع فيه 19.30 والشراء 19.21. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.16 والشراء 22.7%. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.90 والشراء 19.81. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع 5.23 والشراء 5.21. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.51 والشراء 63.25. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.35 والشراء 5.33. ومن العملات لمتوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 930 جنيه للجرام. عيار 21 سعر السوق النهاردة 1085 جنيه للجرام. عيار 24 1240 جنيه للجرام. والجنيه الذهب أخيرا سعر السوق فيه النهاردة 8680 جنيه. وبعد ما عرفنا كل الأسعار نرجع لزميلتنا هدير ومصطفى لمتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.